بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهاردة هنعمل لعبة حلوة قوي بطريقة سهلة جدا باستخدام الكرتون والفوم. زي ما انتم شايفين انا محضرة ورقة الفوم او اللون اللي انا هحتاجه في اللعبة بتاعتنا، ومعانا الكرتونة. احنا هنعمل النهاردة لعبة اكس او، طبعا كل الاطفال بيحبوها. هنعملها ازاي؟ احنا بنجيب كرتونة مربعة زي ما انتم شايفين. هقول لكم على المقاسات اللي انا اخدتها، طبعا انتوا حسب ما انتوا عايزين تعملوها كبيرة عايزين تعملوها صغيرة. فانا مقاساتي كانت هنا 20 زي ما انتوا شايفين، المقاسات بتاعتي كانت هنا 20 وبالعرض كانت 21. طبعا انا قلت لكم حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. بدأنا ان احنا نجيب الكرتونة بتاعتنا وقصيناها بالشكل ده. بدأت بقى ايه زي ما انتوا شايفين لو بالقلم الرصاص بدأت اقسم الاجزاء بتاعتي. قسمتها ازاي؟ طبعا انا بقى اشوف الطول بتاعي قد ايه، طبعا 20، فبدأ اقسم ال20 على 3. بعد كده باخد خط بالطول وخط بالعرض زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اجيب ورقة الفوم بتاعتي عشان انا محتاجاها ان انا اعمل برواز لي اللعبة بتاعتي. فببدأ اجيب اللون اللي انا عايزاه، طبعا حسب ما انتوا عايزين. انا طبعا حبيت اللون الموف، فاحنا النهارده هنستخدم اللون الموف. هبدا اجيب الشكل بتاعي كده من ورا وهبدا، هو تقريبا على نفس الورقه اهو. هبدا اجيب القلم الرصاص بتاعي واعلم الطرف بتاعي كده زي ما انتوا شايفين اهو، وهجيب المسطره بتاعتي. انا هبدا اعمل قد يعني نقول مثلا ان هو ممكن يكون مش 1 سنتي، يعني مش هاخد 1 سنتي هنا، ممكن 1.5 سنتي بس. هبدأ اهو ارسم 0.5 سنتي برضو، بس هاجي عند الطرف هنا مش هاخده، يعني يدوبك في النص اهو. وهبدأ برضو اخد من الطرف بتاعي هنا برضو هاخد نص، هشوف قد ايه النص. ادي كده الواحد هياخد نص، هيبقى هنا اهو كده. هبدأ برضو اوصل الجزء بتاعي الطرف كده، وهناخد الطرف بتاعي برضو هقيس هنا 0.5 سنتي. انا كده انا بعمل برواز للعبة بتاعتي اهو كده نص. ننزل شوية كده اهو النص بتاعي هنا. هبدأ اخد الطرف بتاعي برضو اهو زي ما انتوا شايفين النص بتاعي، يعني احنا عند كل طرف نبدأ نقيس 0.5 سنتي بتاعنا. بعد كده هنقص البرواز اللي احنا عاملينه ده. هاي اصدقائي، قصينا البرواز بتاعنا اللي احنا هنلزقه على طرف الكرتونة بتاعتنا، وقصينا كمان 1 سنتي من نفس اللون الجليتر اللي هو كده عشان احنا نحطه على الخطوط اللي احنا عملناها اللي هي الطول والعرض بتاعتنا كده. هيبقى بالطول والعرض بالشكل ده عشان اللعبة بتاعتنا تبدأ تبان. ادي يا اصدقائي لزقنا اللعبة بتاعتنا وبدأت اهي تبان. هبدأ بقى اعمل الاكس او اللي انتوا عارفينها. بجيب ورقة كرتون ببدأ ارسم عليها الاكس والاو، طبعا الاو انتوا عارفينها اهي كده. بنعملها مدورة وجزء مدور من جوه. الاكس بقى بنعملها ازاي؟ بعمل حرف الاكس كده وببدأ اجي عند الاطراف بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ببدأ ارسم الاكس بتاعتي فوقيها كده عشان تبان شكلها اهو كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ اقص الاجزاء بتاعتي ديت اهي. انا هنا طبعا زي ما انتوا شايفين احنا الاكس بتاعتنا بعد ما رسمناها على الورق. هبدأ اجيب ورق الفوم بتاعي الاسود، طبعا حسب الالوان انتوا عايزينها. فانا النهارده هعمل الاكس بتاعتي لونها اسود، فتطلع لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو اهو. دي الاكس بتاعتنا. وبرده الاو عملناها على فوم، طبعا انا مختاره الالوان بتاعتي وانتوا طبعا حسب الالوان انتوا حبيتوها. ادي الاو بتاعتنا برضو عملناها. ادي الاكس او بتاعتنا ان احنا نلعب بيها جاهزه. طبعا انا بجيب اللعبه بتاعتي، ادي اللعبه بتاعتي من قدام، هاجي من ورا
بقص جزء زي ورق فوم كده، احط عليه مسدس الشمع، هلزقه على الطرف بتاع اللعبة بتاعتي كده بالراحة، هقول لكم دي احنا هنعملها ليه بالراحة كده. هلزقها على طرف اللعبة بتاعتي دي. احنا عملناها ليه؟ عملناها بحيث ان احنا لما نخلص لعب نحط فيها الاجزاء بتاعتنا جواها علشان ما نقعدش ايه ندور عليها، هتبقى اللعبة والاجزاء بتاعتها موجودة جواها اهي تبقى بالشكل ده. دلوقتي بقى هوريكم اللعبة دي بتتلعب ازاي. ممكن نلعبها كذا طريقة. اول طريقة ان انا برص الاكس هو بتاعتي، طبعا في لاعب بيلعب قدامي وانا هلعب، فانا ابدا احرك الحرف بتاعي وهو هيحط او مثلا، وانا احط مثلا هنا اكس وهو هيحط هنا، فانا مثلا ايه هحط هنا، فانا كده كسبت. لو جبتها بالطول او جبتها بالعرض انا كده كسبت. المهم اهم حاجه ان انا لو رصيت اللعبه بتاعتي كده لازم كله يتحرك، كل دول لازم يتحركوا. ممكن كمان ان احنا نلعبها كده، هنخلي اللوح بتاع اللعب بتاعنا فاضي ونبدا نلعب. مثلا انا هلعب هنا، هنا هيلعب او، انا هلعب اكس هنا، هو هيلعب هنا او، ماشي. انا هروح ايه قافل عليه فهو ايه عايز يكسب مش هيعرف اهو، احنا كده ايه قفلنا على بعض. فاحنا نخرجهم تاني ونبدا نلعب من اول وجديد وهكذا. او ممكن قبل ما نخرجهم ممكن احنا نكمل عادي لغاية لما حد يكسب. ممكن نكسب بالعرض او ممكن نكسب بالطول كده او كده. بجد هي لعبة حلوة قوي ومسلية جميلة جدا، واحنا عملناها بطريقة سهلة جدا باستخدام الكرتون. احنا كنا زمان بنعملها بالقلم والورقة، القلم الجاف والورقة، وكنا ايه نلعبها بالطريقة اللي قلت لكم عليها. اللوح بيبقى فاضي واحنا نبدأ نرسم الاكس او بتاعتنا عليها. يا رب الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط بالنسبة لكم وتكون اللعبة عجبتكم. وزي ما قلت لكم احنا بعد ما نخلص اللعبة بتاعتنا بنلم الاكس او ونحطها من ورا هنا بحيث ان هي لما ندور عليها نلاقيها من غير ما نتعب ايه بالطريقة دي. يا رب اللعبة بتاعتنا تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ونحط الاكس او كده ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.